استضافت جامعة كفر الشيخ فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة حياة كريمة تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. وتأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية. النهارده احنا ندوة تثقيفية توعوية لمؤسسة حياة كريمة لجامعة كفر الشيخ، طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ وأعضاء تدريس وهيئة المعاونة. أنا سعيد جدا بانعقاد هذه الندوة في رحاب جامعة كفر الشيخ، وسعيد بالتواجد الكبير لأبناء وبنات الطلاب والطالبات والسادة عمداء وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين. الحقيقة كله متشوق ان هو يتطوع في العمل في المبادرة العظيمة حياة كريمة اللي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، اللي بتستهدف تنمية الريف المصري. احنا النهاردة متواجدين في ندوة مع طلابنا الأعزاء في جامعة كفر الشيخ، بنبرز ليهم دور مؤسسة مجتمع، دور مؤسسة حياة كريمة ودور مبادرة حياة كريمة في النهوض بالريف المصري وتطويره وحث الطلاب على التطوع. وبما أن قال أحد الضيوف أن التطوع فرض، فهو فعلا تطوع فرض وزكاة عن الصحة، وخير ما نستثمر به أو نتطوع فيه هو المشاريع والخير. من حسن حظنا في محافظة كفر الشيخ أن المبادرة موجودة عندنا في مركز مطوبس، المركز اللي كان يعد بؤرة من بؤر الهجرة غير الشرعية، مش في كفر الشيخ بس، ده على مستوى الجمهورية. المبادرة اللي بدأت من النهاردة تقلل مستويات الهجرة غير الشرعية بشكل كبير جدا، لأن الناس بدأت تحس إن الاحتياجات الأساسية بتاعتها متوفرة بشكل أساسي، بعد ما كان في مشكلة في الصرف الصحي، مشكلة في المية، مشكلة في الكهرباء، مشكلة في البنية التحتية، مدارس، مستشفيات، وحدات صحية، كل ده اتوفر. أنا النهاردة متطوع في حياة كريمة بسبب كلام الدكتور في الندوة التثقيفية عن قد إيه حياة كريمة بتساعد الناس اللي هي محتاجة، فأنا حبيت إن أكون جزء من حياة كريمة عشان أنزل وأساعد الناس، وإن شاء الله بإذن الله هاخد كشف من دكتور واجمع الناس المحتاجه فعلا، وانها تستحق انها تساعد، وباذن الله هنساعدهم. اولا بينزل لنا كراتين وبعض الاغذيه بتنزل للناس المحتاجه، واحنا بنعمل استبيان، بيبقى معانا استبيان ان احنا بنعرف مين الناس المحتاجه دي، فاحنا بنقدر نوصل ليهم هذه الكراتين دي. تمام. وتاني حاجه كان من قريب خالص اللي هي المدارس، طبعا دخلت المدارس علينا، كان نازل لينا دفعه من الشنط، احنا برضو عملنا استبيان للناس اللي هم المحتاجين، قدرنا نوصل ليهم للاطفال عشان يدخل على قلوبهم الفرحه والسعاده.